الجوزاء هو طيب برشا، ما يحبش تكون يعانده ورجولي، ما يحبش تكون يناقشه برشا. الجوزاء هو ديما يتمدد لسانه، هو كذا كيف لسانه يقول كما تحق له كان نفسه ما يترجعش. لكن 2017 مش يمر بالتعب في 3 شهور مرولين وبعدين تتحل عليه الافاق اكثر ما تصور بال. عنده برج هوائي ديما انسان جميل برشا في بيته، لكن عنده في برج اللي يغادروا به برشا هو برج الترابي، الهواء والتراب يتناقشوا، لكن احسن ابراج هم الاستناء في الماء اللي هو يمشي مع الترابي، لكن هو الجوزاء يمشي مع الناري، الناري هو اللي يدعمه اكثر من لازم. بين سبتمبر اكتوبر عنده صفقات ربح، عنده خروج لبرا، عنده زواج عرضيه للزواج في بين في اواخر بدايه رمضان يتعب شوي، لكن في اخر عام تحس في برج الجوزاء عنده نوع من الحزن بين عائلتهم لكن ينجمون.